26/8 سنة 43 بدأت العلاقات المصرية الروسية، بدأت بعلاقات سياسية، وبكل تأكيد طالما في توافق سياسي بيكون فيه توافق أو بيكون ليه انعكاساته على الجانب الاقتصادي، خصوصا أن مصر أكبر شريك لروسيا في القارة الأفريقية. عشان نتكلم عن طبيعة العلاقات وتحديدا الاقتصادية ما بين مصر وروسيا، معنا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد، ازي حضرتك؟ يا أهلا بيك يا فندم، بخير والله. في البداية عايزين حضرتك تدينا تقييم عام كده على طبيعة العلاقات المصرية الروسية من النواحي الاقتصادية. شوف يا فندم، أولا العلاقات السياسية هي انعكاس هام جدا على العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا. نشهد لها جميعا العلاقات تحسنت كثيرا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقبل ذلك كمان بعلاقاته الطيبة مع الرئيس بوتين، وأيضا هذا الأمر انعكس انعكاس كبير جدا على العلاقات الاقتصادية وأيضا على العلاقات الدولية والقارة الإفريقية منذ أن تولى السيد الرئيس طبعا القمة يعني أكثر من مرة القارة الإفريقية. وطبعا اللي احنا بنشوفه ده ترسخت فيه علاقات أن يكون فيه استثمارات لمصر عن طريق مثلا إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، مشروع الضبعة، ازاي ان يكون في زياده في الاستثمارات الكبيره في عدد من المشروعات اللي هي ما بيسمى بالمشروعات الثقيله، خلاف التسليح العسكري، وطبعا هذا امر برضه في تعاون كبير جدا ما بيننا وبين بعض. كل هذا الامر خلاف ان زياده الصادرات اكثر من 20-21% ما بين عام 22 وعام 21، يعني كل يوم في يوم بتتحسن الاستثمارات وبتتحسن الصادرات لروسيا. زيادة حجم التبادل التجاري يا فندم وصل العام الماضي اللي هو 22 ل 4.7 من 10 مليار دولار، مقارنة بعام 21 4 مليار و1 من 10، فباين في انعكاس كبير. طيب جدا طيب لو هنتكلم عن حجم التبادل التجاري اللي حضرتك ذكرته دلوقتي، هل شايف ان هو مناسب لقوة العلاقة ما بين مصر وروسيا خلال هذه الفترة؟ ما تنساش حضرتك ان الظروف الاقتصادية العالمية مؤثرة تأثير كبير جدا، خاصة ان يعني في تداعيات لامرين في غاية الاهمية خارج ايدين الدولتين. اولا جائحة كورونا اثرت، لان حضرتك تعلم جيدا ان كانت السياحة الروسية سياحة غالبة على يعني المناطق السياحية في مصر، وطبعا تأثرنا بها تأثر كبير. الامر الثاني طبعا بعد جائحة كورونا فرض العقوبات على روسيا خلال يعني العام ونص الماضيين ما أثر تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية الروسية. ولكن خلينا نقول إن الاجتماع اليوم ما اللي هي القمة يعني القمة إفريقيا روسيا في ظل الظروف الراهنة اللي احنا بنشوفها النهاردة بتدعم قد ايه أواصر العلاقات الطيبة ما بين القارة الإفريقية وبين روسيا. روسيا في ظل التحديات الصعبة اللي بالنسبة لها بتدرس الأمر اللي هو ما بيسمى بالأمن الغذائي، إزاي بتساند القارة الإفريقية مساندة جيدة في الأمن الغذائي. ده جانب. الجانب الآخر لا يخفى على حضرتك أن تقريبا 60% من القارة الإفريقية أراضي خصبة قبل الزراعة، صحيح؟ فمساندة روسيا للبنية التحتية ولمشروعات الزراعة اللي احنا النهاردة في القارة الإفريقية، وطبعا السيد الرئيس بينادي بها أكثر من مرة، استغلال الثروات القارة الإفريقية لنفسها، ده هيحقق نجاح. تدخول الفكر الاقتصادي أو ما بيسمى بالفكر التنموي من روسيا للقارة الإفريقية بحضور النهاردة تقريبا يعني أغلبية القارة الإفريقية كلهم ال 52 دولة تقريبا محاضرين في القمة أو ممثلين ليهم، ده بيؤدي إلى تحسين وتنمية العلاقات الروسية. وطبعا بيفتح افاق للاستثمار يا فندم داخل القاره الافريقيه وروسيا. طيب دكتور مصطفى، مصر عضو في بنك التنميه الجديد الخاص بتجمع بريكس، لكن ملهاش العضويه الكامله في بريكس. برايك اهميه انضمام مصر الى هذا التجمع، كيف ممكن لروسيا ان تساند مصر لدخول هذا التجمع؟ انا بحيي حضرتك السؤال ده بغايه الاهميه، حتى يعني النهارده كان في حديث الرئيس الروسي بوتين حوالين كيفية التغير في العلاقات المالية ما بين البنك الروسي، البنك المركزي الروسي والبنوك المركزية في القارة الإفريقية، وكيفية مساندته أن يكون في التبادل بالعملات المحلية. وذكر قال أن أنا هيكون قادر على خلال الفترة القادمة على يعني إزاي يساند الدول الإفريقية في تبني علاقات مالية ما بين الدول وبين بعضها بالعملات اللي هي المحلية.
فهذا الأمر في غاية الأهمية، فبيكون إنعكاس هذا إن مساندة مصر لدخولها لمجموعة البريكس مع طبعا مع الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا. وطبعا حضرتك تعلم إن النهاردة الرئيس كان برضو في لقاء أو اجتماع مع رئيس جنوب أفريقيا. صحيح. الأمور دي كلها النهاردة بتتبلور حوالين كيفية مساندة مصر لاستبدال جزء من الأزمة الاقتصادية العالمية واستغلال الدولار للتبادل التجاري ما بيننا وما بين العديد من الدول بالعملات المحلية، سواء الصين سواء روسيا سواء جنوب أفريقيا سواء البرازيل. ده اللي هيؤدي لتحسن القدرات الاقتصادية المصرية بدخولها لمجموعة البريكس اللي حضرتك تعلم جدا اللي كان اجتماعها منذ شهور قليلة. طيب بنسمع دايما يا دكتور مصطفى عن أهمية تفعيل التجارة، اتفاقية التجارة الحرة ما بين مصر وروسيا. ايه الموانع في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة ما بين الدولتين وانعكاس ده على اقتصادي البلدين؟ هو يعني للأسف ما فيهوش أي تحديات أو صعوبات خلاف غير بس التشريعات القانونية والخلاف الدائم في حوالين الأطر القانونية ما بين الدولتين. وطبعا الحمد لله في تحسن كبير دلوقتي، لأن حضرتك تعلم جيدا أن السيد الرئيس بنفسه بيولي اهتمام بالأوضاع الاستثمارية والأوضاع الاقتصادية، ولكن طبعا للجزء الآخر أن روسيا مفروض عليها جزء من العقوبات فتحولات المالية، فابتدى يكون في انخفاض جزء من مواردها في العملات الأجنبية. لكن هي بتنتبه دلوقتي ان هي تنتقل باستثماراتها مع دول شقيقه ذات امان اقتصادي ومالي بعيدا عن الجزء السياسي، وهذا هو الشيء المطمئن لروسيا، والا ما كانتش دعت النهارده القاره الافريقيه كلها وبما فيهم مصر. والنهارده لو حضرتك شفت ان الرئيس الروسي اختص الرئيس المصري بلقاء، واللقاء الحمد لله واضح فيه العلاقه الطيبه الكبيره ما بين الرئيسين. والأمر الآخر إن هو ذكر إن إزاي إن مصر بتحتل المرتبة الأولى تقريبا في القارة الإفريقية بنسبة 30% في حجم التجارة. فكل ده يا فندم لما يكون في 4-5 سنوات في العلاقات الطيبة أو 6 سنوات في عهد السيد الرئيس السيسي مع الرئيس بوتين، ده بيدل على إن إحنا بنقفز قفزات كبيرة جدا في الأوضاع الاقتصادية. ولكن برضو ما تنساش إن إحنا لن نقدر أن ننسلخ من الأوضاع الاقتصادية في العالم. العالم النهاردة بيرفع أسعار الفايدة فبيأثر على حركة الاستثمار. صحيح. النهاردة العالم بياخد موقف من روسيا وبعض من الدول الأخرى فبيأثر على حركة التجارة. ما تنساش النهاردة أن روسيا بتسعى أن تكون شريك معانا ومساهم في شرق البحر المتوسط في الغاز، إذا يكون في تنسيق في السوق العالمي للغاز والبترول. هذه الأمور كلها النهاردة بتدل أن الحمد لله في شراكة، في علاقات طيبة بتنعكس على الأوضاع الاقتصادية، ولكن زي ما بيقولوا كده الإسراع منها هو اللي يعني اللي بياخد وقت أطول شوية. والاستثمارات الروسية موجودة، يمكن احنا اتكلمنا من شوية حضرتك ذكرت على المنطقة الصناعية وبنتكلم عن محطة الضبعة النووية، وجانب آخر لا يقل أهمية وهو الاتفاق اللي تم على توريد عربات السكة الحديد ما بين مصر وما بين شركة روسية وشركة أخرى مجرية، شركة ترانسميشن هولدنج الروسية. الاتفاق كان على 1300 عربة، بالفعل وفت هذه الشركة بالتزاماتها ووردت 700 عربة الخاصين بيها وصلوا لمصر. والمهم كمان في الموضوع بقى يا دكتور مصطفى ان هذه الشركة بتسعى لإقامة منطقة لصيانة هذه العربات في مصر خلال 10 سنوات القادمة. اعتقد ده برضو من انعكاسات التوافق السياسي والاقتصادي ما بين الدولتين. بكل تأكيد، والشيء بالشيء يذكر طالما حضرتك افسحت المجال في هذا الامر. ما تنساش ان من خطة الدولة الاقتصادية ازاي يكون في توطين للصناعة للمشروعات العملاقة والمشروعات اللي هي بيكون فيها زي ما بيسمى كده قدرة تكنولوجية عالية. الاتفاق مع روسيا فندم النهاردة بان يكون هي المورد الاساسي لبعض عربيات القطارات للسكة الحديد ولبرضه لمشروعات اخرى زي اللي هي المشروعات الصيانة يعني للمشروعات اللي هي بتاعت السكة الحديد. هذا هو امر في غاية الاهمية خططت فيه الدولة، والسيد الرئيس موجه وزارة النقل وطبعا الفريق كامل الوزيري دايما دؤوب على كيفية ان يكون انتهاء الامر في اسرع وقت طبعا لتحسين خدمات النقل. ده بيدل يا فندم ان في توثيق للعلاقة ما بين مصر وما بين روسيا، لان انعكاسها في الوضع المالي اللي انت بتشوفه ده انعكاس جيد. فان توفي النهارده وبالاسراع ده ان هي تخش المنطقه اللوجستيه في قناه السويس وتبتدي تورد العربيات وتبتدي يكون في مراكز للصيانه والتدريب والتشغيل والانتباه ان هو النهارده ينمي هذه العلاقه ما بيننا وما بين الحكومه الروسيه، هذا امر في غايه النجاح الحمد لله
ان ده اللي بيوثق العلاقه الطيبه ما بين مصر وما بين روسيا. عظيم. حضرتك شايف خلال الفتره اللي جايه التبادل التجاري هيوصل لفين؟ حجم الصادرات، يعني مصر دايما بتصدر لروسيا المنتجات الزراعيه وايضا بنستورد منهم الحبوب، شكل العلاقه الاقتصاديه هتكون عامله ازاي الفتره اللي جايه؟ شوف يا فندم، كلما تحسنت قدراتنا الاقتصاديه اعتقد مصر بتسعى ان تكون ليها علاقه طيبه في جميع الاسواق في العالم، سواء الشرقيه او الغربيه. هذا امر رسخت له الدبلوماسيه المصريه، واعتقد السيد الرئيس وضع هذا الامر نصب اعين الشعب المصري. مصر اولا دوله على الحياد مع جميع قضايا العالم، مصر بتبحث عن مصالحها، مصر بتبحث ان يكون استثمار. وده مش عيب بالمناسبه دكتور مصطفى خالص طبعا يا فندم، احنا من مؤسسين الدول عدم الانحياز يا فندم، ومصر بتسعى ان يكون زيها مثل العالم كله بتدور وتبحث عن مصالحها النهارده، وهذا الامر يعني مقدر باحترام من كل قط العالم. وزي ده اللي احنا بنشوفه يا فندم النهارده، بتبحث عن مصالحك كدول غربيه، احنا كمان بنبحث عن مصالحنا في مصر وفي القاره صحيح. الافريقيه. والنهارده احنا منتبهين جدا، انما كلما انفتحت الاسواق كلما كان في رغبه في تحسن القدرات الاقتصاديه، علشان كده مصر بتشجع الصناعه، بتشجع ان يكون في صناعه لمكملات لبعض من القطاعات الزراعيه او الانشطه الاخرى. ده اللي بيساهم على ان انت النهارده بتكون ليك زي ما بيسموها موضع قدم في كل سوق في العالم. فان احنا نوصل للسوق الروسي يا فندم النهارده ويكون الصادرات بتاعتنا قرب ال 600 مليون جنيه وتتضاعف 20 او 30% سنه عن سنه، بتزيد يعني سنه عن سنه 20 او 30%، هذا امر في غايه الاهميه. ما تنساش كمان ان روسيا هي احنا مشترين من روسيا، احنا اكبر دوله بتستورد القمح من العالم. فروسيا النهارده لما تعد ان هذه القضيه والملف الخاص بيه سوف يعني يحل جذريا مع القاره الافريقيه وتساند 6 دول من الدول الفقيره، هذا امر في غايه الاهميه. بس ما تنساش ان كانت مصر هي مع مجموعه من ال6 دول الاخرى اللي هي مع الاتحاد الافريقي اللي بتحاول تسعى لفض الاشتباك ما بين روسيا واوكرانيا. نحن بنعمل مع جميع دول العالم على دي سياسه مصر بالفعل يا دكتور مصطفى بالضبط. هي الوقوف على الحياد من جميع الازمات سواء في المنطقه او في العالم. بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.